combat pour la Tunisie. Madame Maya Jilbi, un hommage à vous. Ladies and gentlemen, this wonderful song that we just heard is a tribute to an unbelievable small lady by the size, but huge by the charisma, who unfortunately left us a few months ago, Maya Jilbi, and we have a big tender thought for her. احنا قلنا للباكت هذا اللي قرات منه الفصل الاولاني زينب فرحات هو السند الجمعياتي للتقرير وللجنه ونستدعى او نستدعي هوني بحذانا الاستاذه واللي هي الاستاذه توليد باتم معنى الكلمه اللي نهنيوها على نجاحاتها الاكاديميه السلوى الحمروني. Ladies and gentlemen, we are pleased to invite, and she's already here, Professor Salwa Hamrouni, who's going to read a few things. For this one, there will be a translation because I did it this morning. ساعيا الى الرياده ومتطلعا للاضافه الحضاريه. لان كل حقوق الانسان بنيت على ثلاث مبادئ تاسيسيه هي الحريه، الكرامه، والمساواه. ولان لجنه الحقوق الفرديه والمساواه تؤمن بالحريه، اقترحت اولا وضع الاسس المفهوميه والقانونيه للحريه الفرديه. ولان الحريه هي دائما المبدا، اقترحت اللجنة الدفع نحو المزيد من الحرية ونحو التقليل من الموانع والتضييقات. فكانت المقترحات المتعلقة بحرية الفرد في معتقده، في فكره، في ضميره، ولكن أيضا في جسده. وكانت المقترحات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الفنون وحرية البحث العلمي. وكانت أيضا جملة المقترحات القانونية المتعلقة بالضمانات الدستورية للحرمان من الحرية أو ما نعبر عنه بالحقوق القضائية. ولأن لجنة الحريات الفردية والمساواة تؤمن بالكرامة، اقترحت تنقية المنظومة القانونية من كل ما يجعل الفرد الإنسان وسيلة وليس غاية لذاته. فكانت مقترحات توسيع مفهوم التعبير بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في مادة حقوق الإنسان ليشمل التعذيب الناتج عن الخواص وهو تعذيب مسكوت عنه. وكان مقترح إلغاء عقوبة الإعدام وهي في نهاية الأمر تعذيب حتى الموت. وكان أيضا مقترح معاقبة كل اعتداء على الحياة الخاصة وعلى شرف الأفراد وعرضهم. ولأن اللجنة تؤمن بالمساواة، اقترحت التخلص من كل مظاهر التمييز بين الأطفال من جهة وبين النساء والرجال من جهة أخرى. فاقترحت أن ينظر القانون للطفل بغض النظر عن الوضعية القانونية والاجتماعية لأبويه، وذلك اعتمادا على مفهوم مصلحته الفضلى. واقترحت أن تضمن الدولة المساواة بين التونسيين والتونسيات في شروط التحصل على الجنسية، في الزواج بالأجنبي، في موانع الزواج، في الواجبات الزوجية، في العلاقة بالأبناء وفي الميراث. هذه عينة إذن مما توصلنا إليه في تقرير غرة جوان 2018 بعد أشهر من العمل، بدأ على أساس تكليفنا بإعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية وبالمساواة انطلاقا من دستور 2014، انطلاقا من الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية، وأيضا انطلاقا من التوجهات الحديثة في مادة حقوق الإنسان. شكرا. تحية تونس. سلوى ونحييو كل أعضاء اللجنة المتواجدة.